بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة هو الأحد الثاني من أحد شهر كياك المبارك، وإنجيل القداس النهاردة من لوقا 11 الأعداد من 27 لغاية 36. وزي ما احنا معتادين دايما مع بداية العظة بنقرأ الإنجيل علشان خاطر نحاول إن احنا نتأمل في بعض آيات هذه القراءة المباركة. لوقا 11 27 ل 36. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذي حملك والثديين اللذين رضعتهما. أما هو فقال لها: بل طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. وإذ اجتمعت الجموع ابتدى يقول: هذا الجيل جيل شرير، يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوى كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل. ملكة التيمن ستقوم في الدينونة مع رجال هذا الجيل وتدينهم، لأنها أتت من أقاصي الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهو ذا أعظم من سليمان. ها هنا رجال نينوى في الحكم سيقومون مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بكرازة يونان، وهو ذا أعظم من يونان. ها هنا ليس أحد يوقد سراجا ويضعه في خفية ولا تحت مكيال، بل يضعه على المنارة لكي ينظر الداخلون النور. سراج جسدك هو عينك، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون مظلما. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما. فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، يكون نيرا كله كما يضيء لك المصباح بلمعانه. والمجد لإلهنا دائما أبديا أمين. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين. إحنا قضينا فترة جميلة فريحي، ابتدت بعيد الميلاد المجيد، وبعد أسبوع من عيد الميلاد احتفلنا بعيد إيه؟ بعد أسبوع بالضبط من عيد الميلاد بنحتفل بعيد إيه يا ترى؟ عيد الختان. بالضبط كده. الأسبوع ده دايما بيبقى أسبوع فرايحي، الكنيسة بتصلي فيه بالطقس الفرايحي، لا يجوز فيه ميطانيات ولا يجوز فيه أصوام قطاعية. يعني إيه؟ يعني الأربع والجمعة بنصومهم عادي بس بدون انقطاع، مش بنفطر. ده من عيد الميلاد لغاية عيد الختان. وبعد كده احتفلنا بعيد إيه؟ عيد الغطاس أو عيد الظهور الإلهي المجيد. وبعد عيد الغطاس احتفلنا بعيد إيه يا ترى؟ يوم السبت اللي هو امبارح، عيد عرس قانا الجليل. ما بين عيد الغطاس يوم الخميس وعيد عرس قانا الجليل يوم السبت 3 أيام، والثلاث أيام دول بيكونوا برضو أيام فرايحي. يعني أسبوع من الميلاد للختان فرايحي، وبعد كده نرجع للطقس السنوي، وبعدين بعد كده من الغطاس لعرس قانا الجليل 3 أيام فرايحي، وبعد كده نرجع للطقس السنوي زي ما صلينا النهاردة باللحن السنوي العادي. فترة جميلة، ربنا يعيد عليكم الأيام بكل خير، وتكونوا دايما يا رب فرحانين. تأملنا النهاردة هيكون في العدد 34 من لوقا 11. ربنا بيقول: سراجك جسدك هو عينك، فإن كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، وإن كانت شريرة فجسدك كله يكون مظلما. وعايزين نتوقف مع بعض شوية في مفهوم العين الشريرة. يعني إيه ربنا يقصد بالعين الشريرة؟ الحقيقة الموضوع ده موضوع مهم،
وواسع، ولكن احنا النهاردة هنتكلم في عجالة على ثلاث نماذج أو ثلاث أمثلة للعين الشريرة اللي ممكن تجعل الجسد كله مظلم وممكن تضيع أبديتنا بالكلية. ربنا يحمينا كلنا يا رب من هذا الأمر. هنتكلم على ثلاث أنواع من العيون الشريرة. النوع الأولاني هو ما نسميه العين الناقدة، أو بمعنى أدق العين الديانة، اللي دايماً تشوف الوحش وتدور على أي شيء مش صح علشان تنقده. حقيقة ربنا في يوحنا 7:24 بيقول لنا آية مهمة جداً، أعتقد كلنا حافظينها، ولكن اللي حيتأمل في معناها حيلاقي أن معناها أبعد بكتير من ما قد نتصوره. ربنا بيقول في يوحنا 7:24: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما إيه؟ عادلا. لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. وكتير الإنسان يتصور أنه بيحكم حكم عادل، يقول أنا شفت بعيني، أنا سمعت بودني، ده ما حدش حكالي، وبناء على كده أنا عندي حقائق موثقة، والحكم اللي أنا بقوله ده أكيد حكم غير جائر، حكم منصف يعني. ولكن تعالوا كده نتوقف مع بعض ونشوف، علشان الإنسان يصدر حكما عادلا لابد أن الإنسان يكون أولا عنده كمال المعرفة وكمال الحكمة. يعني إيه؟ يعني مش أشوف إنسان قدامي منفعل بيزعق وصوته حاد وممكن يصدر كلمات صعبة وأقول الإنسان ده إنسان بطال. تعالوا نشوف إيه اللي خلاه يوصل لهذه الحالة. هل هو إنسان فعلا صعب المراس، ولا في ظروف استفزته وخلته يوصل لكده؟ في مثل بيقول اتقي شر الحليم إذا غضب. ممكن تكون شفت إنسان حليم جدا وفي ثورة غضبه ابتدى إن هو يتصرف تصرفات أقرب إلى الجنون، ونصدر حكما جائرا ونقول ده أنا شفت بعيني وسمعت بودني. فبالتالي الإنسان لكيما يصدر حكما عادلا لابد أن يكون كاملا في المعرفة. يعني أنا شفت وسمعت ولكن عندي فكرة عن الخلفيات، مدرك خفايا القلوب، ملم بأفكار العقول، كامل في المعرفة وكامل أيضا في الحكمة. ما هو مش أي حد يقول أي كلام بس كده، لا، لابد أيضا أن أنا أكون إنسان كامل في المحبة وفي الرحمة. يعني إيه؟ يعني ما يكونش في قلبي أي غضاضة من ناحية الشخص اللي قدامي، ما هو ممكن سلوكه ده يستفزني ويوجد في قلبي مشاعر سلبية تدفعني أن أنا أقول عليه إنسان بطال. يبقى لابد أن الإنسان يكون كامل في المعرفة والحكمة، كامل أيضا في الرحمة والمحبة. بس كده؟ لا، لكي ما أصدر حكما عادلا لابد أن أكون كاملا في البر، أن أكون إنسان بار، وأيضا في العدل. يعني إيه؟ يعني ببساطة شديدة إنه اللي بيت من الإزاز ما يحدفش الناس بالطوب. علشان أقدر أقول على إنسان كويس أو وحش لابد أن أنا أكون ارتفعت فوق مستوى البشر وزلتهم وضعفتهم وخطاياهم وسقطتهم وعثرتهم، فأكون كاملا في البر، حدش يقدر يمسك علي حاجة، وأيضا أكون كاملا في العدل. تفتكروا هل يوجد مثل هذا الإنسان على وجه الأرض؟ مش كده؟ كلنا بنهز رأسنا وبنقول لا، وده حقيقي تماما. لم يوجد إنسان كاملا في كل هذا، كاملا في المعرفة والحكمة، كاملا في الرحمة والمحبة،
كاملا في البر والعدل. وبالتالي لا يمكن أن يصدر حكما عادلا إلا الكامل وحده، وهو الله، هو الوحيد الديان العادل. علشان كده لما نيجي نتوقف عند هذه الآية تاني، لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. ربنا الحقيقة بيحط قدامنا تحدي صعب جدا، نكاد نقول انه مستحيل. الحكم العادل ده انا اقدر اصدره ازاي؟ بأي صفة؟ ايه مؤهلاتي وامكانياتي علشان اصدر حكما عادلا؟ مهما شفت ومهما سمعت ومهما حكولي ومهما سألت، يستحيل ان انا اصدر حكما عادلا. طب نعمل ايه يا رب؟ طالما الإدانة أو الدينونة إنجاز القول هي حق الله وحده، وربنا بيقول اعزلوا الخبيث من بينكم، بولس الرسول في كورنثوس الأولى 5:13، وبيقول في نفس الوقت أيضا كونوا حكماء كالحياة. يعني إيه؟ يعني لابد أن يكون عندنا نعمة الإفراز والتمييز. طب إيه الحل؟ هل أدين أو لا أدين؟ هل أحكم ولا محكمش؟ إذا كانت الأحكام لابد أن تكون أحكاماً عادلة، وزي ما اتكلمنا دلوقتي حالاً وقلنا إن الحكم العادل لن يستطيع سوى الله وحده أن يصدر حكماً عادلاً. وعشان كده على فكرة أصعب مهنة على وجه الأرض هي مهنة الإيه؟ القضاء. أصعب مهنة في الوجود مهنة القضاء. ليه؟ لأن القاضي لابد أن يحكم، ده عمله، دي شغلته، ولكن بناء على إيه؟ بناء على أدلة وأسانيد موجودة قدامه. ونتيجة لكده بنلاقي إنه كثيرين من الأبرياء وراء القضبان، وكثيرين من المتهمين والمجرمين بالفعل أحرار وعايشين حياتهم. ليه؟ لأن القانون مع الأسف غير كامل، هو قاصر بكل قياس. نرجع تاني للموضوع بتاعنا، نعمل إيه؟ دلوقتي احنا قدامنا تحدي، مطلوب مننا ان احنا نكون بسطاء كالحمام، فان كانت عينك بسيطه فجسدك كله يكون نيرا، ولكن في نفس الوقت مطلوب مننا حكمه الحياه. لابد ان احنا يكون عندنا نعمه الافراز. الادانه خطيه والافراز وصيه، والانسان اللي بيتغاضى عن الشر أمام الله مطالب. مسألة صعبة. طب يا رب نتصرف إزاي؟ نغض البصر لكي لا ندين؟ الحقيقة لا، لابد يكون عندنا حكمة وإفراز. نسأل ونقول طب أقدر إزاي إن أنا أميز اللي أنا بعمله ده إدانة ولا إفراز؟ ده سؤال بيعني للكثيرين. إزاي أحتفظ بعيني ما تكونش عين شريرة، وأحكامي ما تكونش أحكام للإدانة؟ بص يا جماعة، من فضلكم ببساطة شديدة، كل واحد فينا لابد أنه يفهم أنه الإدانة للخاطي، ولكن الإفراز والتمييز للخطية. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه قلبي شكله إيه وأنا بأصدر حكم على الإنسان اللي قدامي. خدوا بالكم، الإدانة المحرك بتاعها والوقود إيه؟ الكبرياء والبر الذاتي. كل ما الإنسان يعلى في عينين نفسه ويحس إن هو أفضل من الآخرين، كل ما يدي لنفسه الحق ان هو يوزن اللي قدامه ده عدل ولا معوج، كويس ولا وحش. فبالتالي الوقود بتاع الإدانة هو الذات والبر الذاتي. قلبي وانا بأحكم شكله ايه؟ هل هو قلب مليان بالغضب، مليان بالبغضة،
أو المشاعر السلبية، ولا قلب مليان بأحشاء رأفات وإشفاق وحزن على الإنسان اللي قدامي؟ خدوا بالكم، لابد أن كل واحد فينا يفكر ويحسب الدنيا صح. أنا قلبي شكله إيه؟ وأنا بحكم على اللي قدامي وأنا بتكلم على الشخص، هل أنا بتكلم عنه ببغضة بكراهية وإحساس بالغضب؟ عايز أصدر حكم لأجل القصاص، وقد يكون هذا الحكم جائر وقد يكون قاسي، سيف بطار يقطع، ما هو الكتاب يقول اعزلوا الخبيث بقى نقطع بسرعة ونخلص، ولا قلبي مليان مشاعر حنو وشفقة وأحشاء رأفات بل وحزن على الإنسان الخاطي؟ وارجع واقول لان الافراز وقوده الايه؟ الاتضاع. انسان متضع عارف ضعفه وخايف من هذا الضعف فبيتحرس ويحاول انه يبعد عن الشر. في الافراز هو رجاء في الخلاص. الانسان وانا بشوف اللي قدامي كده عالم مليان بالشر، عندي رجاء في الخلاص. فبالتالي نرجع ونقول تاني، معلش علشان ما نتوهش في السكة، قلبي شكله إيه؟ الإدانة خطية، التمييز والإفراز وصية، الإدانة قصاص، من رأى منكم فليغيره بيده أو بلسانه أو بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. عايز أقتص، عايز أخد حق ربنا، حق امراتي، حقي، أي حاجة وخلاص. لكن الإنسان اللي بيميز وبيفرز بيبقى إنسان مليان شفقة، حزين على العالم اللي وضع في الشرير، حزين على الإنسان اللي ساقط في الخطية وأصبح أداة سهلة وطيعة في يد عدو الخير بيستخدمها كيفما شاء. الإدانة قصاص والتمييز والإفراز للأجل الخلاص، مليان رجاء. أصلي لأجل هؤلاء، مش أدعي عليهم. لما أقف قدام ربنا ما أقولش يا رب اعمل وسوي، لا، يا رب سامح، يا رب فتح عينيهم، يا رب نظف قلوبهم، يا رب ما تخليهمش يضيعوا زي ما غيرهم كثيرين ضاعوا. يحضرني هنا مثل رائع للقديس يوحنا القصير. القديس يوحنا القصير ده كان من آباء الإسقيط. يعني إيه من آباء الإسقيط؟ يعني كان أب لربوات من الرهبان، ألوف ألوف، يعني مش ألف، الربوة دي 10,000. فكان أب لربوات من الرهبان كانوا بيجوا ياخدوا مشورته ويتباركوا منه. إنسان قديس بكل معنى الكلمة، رغم ضآلة جسده وإمكانياته إلا أنه كان عملاق في الروح. لما كان يشوف حد من الإخوة ساقط في خطية كان يبكي، يبكي بدموع. ولما كانوا يسألوه لماذا تبكي يا أبانا، كان يقول لهم الأخ ده سقط في خطية وبنعمة المسيح هيقوم ويخلص، ولكن ويحي أنا الشقي، متى سقطت فلعلي لا أقوم ثانية. أنت اللي بتقول كده؟ آه، أمال إحنا نقول إيه؟ إنسان مليان اتضاع ومدرك ضعفه الشخصي فبالتالي بيتحرس جدا. يعني إيه؟ يعني إحنا مثلا لما تيجي قصة المثلية، وهي شائعة جدا وحديث يعني متكرر في كل المجتمعات، هل إحنا بنكره المثليين؟ حقيقة مش المفروض نكرههم، إحنا بنكره المثلية وندينها بكل شكل وبمرجعية كتابية، ولكن في نفس الوقت المثليين إحنا مشفقين عليهم. لو في حد من أولادنا
أو حتى من العالم اللي بره سقط في هذه الخطية الصعبة، بنبقى بنبكي بدموع. ليه؟ لأنه قد يفقد أبديته بسبب هذا الأمر، مش لأنه إنسان شرير في الكنيسة ولا بد إن احنا نعزله، لا، بنصلي لأجل ربنا يفتح عينيه ويعطيه قوة. أنتوا مش متخيلين مقدار الضغط الاجتماعي اللي بتمارسه وسائل الإعلام مع الأسف على أولادنا وبناتنا. عملية غسيل مخ مستمرة علشان يبرروا كل هذه السلوكيات المشينة، فبالتالي أولادنا تحت ضغط صعب جدا، واللي فيهم بيبقى ساقط في هذه الخطية بيبقى متعذب ما بين إيمانه وكنيسته والمبادئ اللي تربى عليها، وما بين ضعف هو شاعر إنه بيملك على إرادته مش قادر إن هو يتخلص منه. شيء صعب جدا، شيء صعب جدا. فبالتالي اللي يكره المثليين يبقى دي إدانة طبعا، سواء كانوا مننا أو من برانا، ولكن زي ما بنقول إحنا بندين المثلية ولا نبررها بأي شكل من الأشكال، لأن إحنا عارفين كويس قوي إن سدوم وعمورة ربنا أحرقها بالنار لأجل هذه الخطية الصعبة، ولكن المثليين دول غلابة ومساكين مضحوك عليهم من عدو الخير، نصلي لهم لأجل ربنا يخلصهم من وطأة هذا الأمر. إنسان غضوب، إنسان محارب بحب المال، إنسان سراق، إنسان عايش في أي خطية، نكره خطيته ونبقى فاهمين كويس قوي إنه ده غلط وإن ربنا ما يقبلش كده، ولكن الشخص نصلي له ونبقى مليانين مشاعر شفقة من ناحيته. طب إزاي نقدر نوصل لده؟ إحنا كل ده بنتكلم بأول نوع من العيون الشريرة اللي هي العين الناقدة أو العين الإيه؟ الديانة. حقيقة بيحضرني قراءة إنجيل الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل. دي عن إيه يا ترى؟ حد فاكر؟ إنجيل الخدمة الثانية من صلاة نصف الليل، أيوة مريم، ها؟ لما كان إيه؟ حد فاكر؟ صلاة الخدمة الأولى من صلاة نصف الليل، إنجيل الخدمة الأولى، أنا آسف، عن إيه؟ إنجيل الخدمة الأولى عن إيه؟ صح صح؟ العذارة، الحكيمات والجاهلات. إنجيل الخدمة الثالثة عن بيبدأ بإيه؟ القطيع الصغير، لا تخف أيها القطيع الصغير فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. إنجيل الخدمة الثانية بقى ها؟ عن لما ربنا يسوع المسيح كان في بيت سمعان الفريسي وجت امرأة خاطئة بقارورة طيب غسلت رجلين السيد المسيح بدموعها مسحتهم بشعر رأسها وكانت بتدهنهم بالطيب. أشكركم. إذن هذا الإنجيل هو الحل. بمعنى إيه؟ بمعنى ربنا كان في بيت هذا الرجل، ولما سمعان الفريسي شاف الخاطئة ماسكة في رجلين المسيح بتغسلهم بالدموع وبتمسحهم بالطيب، قال إيه؟ لو كان هذا نبيا لعلم من هذه المرأة التي لمسته وما حالها، إنها إيه؟ خاطئة. تفتكروا ده تمييز ولا إدانة؟ اللي عمله سمعان ده تمييز ولا إدانة؟ إدانة. أدان مين؟ أدان الخاطئة، إنها خاطئة، وأدان المسيح نفسه رب الأرباب، وقال لو كان هذا نبيا لعالم. فبالتالي سقط في إدانة مزدوجة، لكن ربنا الحقيقة لم يوبخه وما قالوش ما يصحش تقول الكلام ده، كان ربنا يقدر يقول كده، لكن ربنا قال له إيه؟ يا سمعان عندي كلمة أقولها لك، تسمح لي أتكلم؟
شوفوا ربنا لطيف إزاي. فقال له قل يا معلم. قال له المثل اللي كلنا حافظينه، كان لداء مديونان، على الواحد 500 دينار وعلى الآخر 50، وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سامحهما كليهما فمن منهما يحبه أكثر. مش كده؟ هو ده ببساطة شديدة الحل. يعني إيه؟ يعني من فضل حضراتكم كل واحد فينا يحط قدام عينيه إن إحنا كلنا مديونين للعدل الإلهي، ما فيش حد فينا خالي من الدين. في اللي مديون ب50، في اللي مديون ب500، في اللي مديون ب5000، ولكن في الأول وفي الآخر ده مديون وده مديون. كان يقدر المديون ب50 يجي عاير أخوه المديون ب500 ويقول له أنت مديون ب500 وأنا ب50 بس؟ بتعايق بإيه؟ بتفخر بإيه؟ بخطيتي؟ بالدين اللي عليا؟ بخبتي؟ معلش إنجاز التعبير سامحوني. فبالتالي ليس لنا الحق في أن ندين الآخرين، من فضلكم كل واحد فينا يفتكر خطيته ويبكي عليها علشان نقدر أن احنا نسدد الدين قبل ما يجي علينا اليوم الأخير. يبقى دي العين الأولى اللي هي العين الديانة، العين الناقدة. تكلمنا على أهمية أن احنا يكون عندنا إفراز، وأهمية أن احنا نبقى عارفين أن ده الشر نبعد عنه ونحذر منه، ولكن ما نكرهش الخطاة، ما ندعيش عليهم، ما نفرحش في إصابتهم بأي شر، نصلي لهم ونبكي على خطايانا لعل ربنا يغفر لينا. العين الثانية اللي هنتكلم عليها النهاردة هي العين الحاسدة، مش العين الحسود اللي الناس بتقول عليها، العين الزرقاء اللي بيعلقوها في رقبتهم دي ومش عارف ايه وبتاع، يقول لك فلانة دي عينها تفلق الحجر. لا 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 لا، ما فيش الكلام ده عندنا، فضلكم معلش احكوا زي ما تحكوا، لكن احنا ما عندناش هذه العين. العين الحاسدة اللي بنتكلم عليها هي العين الغيورة. يعني ايه؟ عين حقيقة ما بتشبعش من اللي عندها. نلاقي الحكيم في سفر الأمثال الإصحاح 27 العدد 20 يقول آية صعبة جدا، يقول الهاوية والهلاك لا يشبعان وكذا عينا الإنسان لا تشبعان. يعني إيه؟ يعني العين لا تشبع من النظر وعايزة تقتني كل حاجة. فبالتالي أنا عايز النهاردة نتوقف مع بعض شوية عن العين الغيورة أو العين الحاسدة، وده نوع تاني من العيون الشريرة. فاكرين الوصايا الـ10؟ آخر وصية في الوصايا الـ10 ربنا بيقول فيها إيه؟ هل يعني ده درس كنا بناخده في KG2؟ آخر وصية في الوصايا الـ10، ها آخر وصية، طب نمرة 9، طيب في وصية بتقول ها لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. دول اللي هم ايه؟ 6 7 8 9، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور. وصية نمرة 10 بقى ربنا بيجمل فيها كل حاجة وحاططها في الآخر علشان ما ننساهاش أبدا، لا تشتهي بيت قريبك، ولا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما لقريبك. يعني إيه؟ ما تبصش على حاجة في إيد حد تاني. العين دي عين صعبة قوي، وصاحبها بيعيش في عذاب. ليه؟ لأنه ببساطة شديدة عايش في حالة دائمة من عدم الرضا. طول ما أنا ببص للي في إيدي ومش شايف بركة،
وشايف إن الخير بس عند الناس، عمري ما هبقى حاسس بالرضا. الإنسان اللي بيفتقد الرضا مع الأسف إنسان غير متصالح، لا مع الله ولا مع نفسه ولا مع الآخرين. ليه بقى؟ الإنسان اللي شايف إن ربنا بيدي الخير بس للناس، أختي وأخويا وصاحبتي وصاحبي، وأنا ربنا ناسيني كده في السكة، عمره ما هيتصالح مع ربنا، عمره ما هيقول له أشكرك يا رب، أشكرك على إيه وأنت اديتني حاجة، الناس كلها عندها إلا لنا. مش ده الفكر اللي أحيانا بيجي للإنسان عدم الرضا؟ إنسان غير متصالح مع الله، إنسان أيضا مش قادر يتصالح مع نفسه. لو كانت زوجة أو زوج، كل واحد فيهم بيعاير التاني بخيبته، ما هو أنت لو كنت شاطر زي الناس كنت عملت وعملت وعملت، أنت لو كنت زي الستات ما هم بيروحوا وبيجوا، اشتغلوا جوه البيت وبرا البيت ويربوا العيال، فيش مشكلة. المقارنات دي خطيرة جدا، فبالتالي الإنسان يحس بصغر نفس، مش متصالح مع نفسه، يبقى إنسان مش قادر يتصالح مع الله، إنسان مش قادر يتصالح مع نفسه، وبالتأكيد إنسان مش قادر يتصالح مع الآخرين، هو عايش في حالة غيرة دائمة. دي لبست فستان أحلى من فستاني، ده اشترى عربية أحلى من عربيتي، دي عندها أولاد، ده عنده بنات، ونلاقي نفسنا عايشين دايما في مقارنات لا تنتهي، في حياة لا مستمرة من عدم الرضا. عدم التصالح ده يخلي الإنسان لا شاعر بفرح ولا شاعر بسلام ولا عنده محبة، طبيعي. ولعل عدم الرضا هو أكتر الأسباب اللي بتنغص علينا حياتنا، وممكن تخلينا إن إحنا ناخد خطوات غير مدروسة لأجل تغيير وضع إحنا شايفينه إن هو وضع مش مناسب، في حين إنه الخطوة دي هتاخدنا إلى خطوات أسوأ فأسوأ، وتخلي أمورنا تتعقد أكتر وأكتر. فبالتالي زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، ربنا إدانا وصية واضحة، كانت هي الوصية العشرة، بتقول إيه؟ لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيء مما لقريبك. الإنسان اللي ما عندوش فرح ده كل يوم بيكسر وصية بولس الرسول في فيليبي 4:4 اللي بيقول فيها إيه؟ ها؟ فيليبي 4:4 بقى، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. أشكرك شكرا جزيلا، أخيرا هروح البيت وأنا قلبي مرتاح. بيكسر وصية المسيح لما بيقول للتلاميذ سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، يوحنا 14:27. إنسان عايش بلا سلام. بيكسر وصيته في يوحنا 13 لما بيقول لتلاميذه كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ولعل ربنا سبق بالوصايا الأربعة، لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، وجاب دي الخمسة في الآخر علشان يفهمنا إنه سبب الأربعة اللي قبل كده هي نمرة خمسة. يعني إيه؟ يعني الغيرة تولد بغضة، والبغضة ممكن توصلني لإيه؟ لإني أقتل الإنسان اللي قدامي. لا تقتل، لو هشتهي امرأة قريبي ممكن جدا أسقط في الزنا. لا تزني، لو هشتهي حماره أو ثوره أو عبده أو أمته ممكن أسرق وأمد إيدي علشان أبقى زي الناس. لا تسرق. البغضة أيضا تخليني أبقى عايز أشوف قريبي ده في أسوأ حال، ممكن أوصل لشهادة الزور، أطلع عليه سمعة بطالة، أقول عليه كلام ما حصلش أو عليها. وبالتالي ربنا بيقول خدوا بالكم، لو أنت تحرست في الوصية العشرة هتلاقي نفسك بشكل تلقائي مش قادر تسقط في حادة
من الوصايا الأربعة اللي قبلها. الحل في مسألة عدم الرضا. تكلمنا على مسألة الإدانة، أن كل واحد فينا يفتكر أنه مديون للعدل الإلهي، وتمثلنا بإنجيل، قراءة إنجيل الخدمة الثانية من صلاة نص الليل. النهاردة فيما يختص بموضوع الغيرة أو الحسد أو العين البصاصة، سامحوني إنجاز التعبير، عايزين نفتكر مثل أصحاب الساعة 11، وده في متى 20 من 1 ل 16. عارفين مثل أصحاب الساعة 11؟ ها؟ عارفين المثل ده؟ مثل أصحاب الساعة 11، حد مش عارفه طيب؟ أنا مش عارف بالظبط هو فيه إيه. صحصحوا شوية يا جماعة معانا. مثل أصحاب الساعة 11 لما كان راجل غني صاحب كرم وعايز يجيب أجراء يشتغلوا عنده في الكرم بتاعه، فنزل جاب ناس من السوق أجريين عمال في الساعة الأولى يشتغلوا. ابتدوا يشتغلوا، بعد شوية في الساعة الثالثة نزل يشوف ناس تاني، نزل لقى في السوق شوية عمال، قال لهم روحوا علشان تساعدوا اخواتكم بتوع الساعة الأولى. وتكرر الموضوع في الساعة السادسة والساعة التاسعة، ده بالتوقيت اليهودي يعني، طبعا كلنا فاهمين أنه التوقيت ده بيزيد 6 ساعات عن التوقيت الإفرنجي بتاعنا. الساعة الأولى يعني 7 صباحا، الساعة الثالثة يعني 9 صباحا، الساعة السادسة يعني 12 الظهر، التاسعة 3 PM، لغاية الساعة 11. خلاص الشمس بتميل إلى المغيب، ألا أنزل أشوف يمكن يكون في حد برضو عطلان محتاج شغل. فنزل يبص لقى فيه مجموعة كده واقفين جنب الحيطة غلابة، قال لهم أنتوا واقفين هنا ليه؟ قالوا له ما حدش شغلنا. قال لهم لا، روح على الكرم بتاعي علشان تشتغلوا. الساعة 11 واليوم بينتهي الساعة كام؟ الساعة 12. خلاص الشمس بتغرب، بياخدوا حسابهم وبيروحوا. فبالتالي أصحاب الساعة الأولى دول اشتغلوا قد إيه؟ أصحاب الساعة الأولى اشتغلوا كم ساعة؟ من 7 لغاية آخر النهار، اشتغلوا تقريبا كام ساعة؟ أصحاب الساعة الثالثة، السادسة، أصحاب الساعة 11 اشتغلوا قد إيه؟ ساعة واحدة. جه في آخر النهار يحاسب بقى، يحاسب الأجرية. قال ابتدي بالآخر وبعد كده لغاية الأول. فلما ابتدى بالآخرين هو اتفق معاهم، قال لهم اشتغلوا هديكوا دينار. كلهم قال لهم نفس الجملة دي. فجه في الآخر اللي بتوع الساعة 11 اداهم دينارا دينارا. ولما جه اللي بتوع الساعة الأولى، هم كانوا فاكرين ان هم هياخدوا بقى ايه؟ شوف اذا كانوا ساعة واحدة خدوا عليها دينار، اللي اشتغل 12 ساعة ده هياخد قد ايه؟ فلقوا ان صاحب رب البيت بيدي كل واحد فيهم برضو دينار دينار. فتذمروا، قالوا له ايه هو ده؟ ده احنا اللي اشتغلنا وشلنا الهم، استحملنا الحر والتعب، جاي تحاسبنا زي ما بتحاسب دول؟ فيرد عليهم صاحب الكرم او صاحب البيت ويقول لهم يا صاحب ما ظلمتك فخذ الذي لك واذهب، اما اتفقت معك؟ يعني احنا متفقين، ام عينك شريره لاني انا صالح؟ رجعنا تاني لحتة العين الشريرة، عين بتبص. اللي اشتغل ساعة خد دينار، وأنا اللي اشتغلت اليوم كله أخد برضو نفس الدينار؟ ما ينفعش. فصاحب الكرم بيقول له أما أن عينك شريرة لأني أنا صالح. فبالتالي لازم كل واحد فينا يفهم أن إلهنا صالح. يعني إيه؟ يعني ربنا عارف كويس قوي كل واحد فينا محتاج إيه.
عارفين زي الدواء كده، جرعة الدواء لو نقصت ما تجيبش نتيجة، ولو زادت ممكن تخش في آثار جانبية وإيه ونتائج ضارة. فربنا بيدي كل واحد فينا احتياجه على الأد، لأجل إيه؟ لأجل الخير، علشان كلنا نبقى عايشين في راحة وفرح وسلام. عمر ما كل واحد هيبقى عنده كل حاجة إطلاقا، ولكن كل واحد فينا هيبقى عنده كل ما يحتاجه علشان يعيش في ستر وسلام، ويفضل كل أيامه يمجد اسم الله ويشكره. هنا هتوقف عند حضراتكم معلش للحظة، وهقرأ معاكم جزء من مقالة كتبها قداسة البابا شنودة المتنيح على حياة الشكر. لكل إنسان بيتصور إنه ما عندوش أسباب للشكر، أنا ما عنديش حاجة أشكر عليه حقيقة، يعني الناس عندها شيء وشويات، وأنا الحقيقة تحت الصفر. البابا شنودة بيقول إيه؟ والذي يمارس حياة الشكر الدائم يجد أسباباً كثيرة تدعوه إلى الشكر، فهو يشكر الله أولاً لأنه خلقه ومنحه نعمة الوجود، بل بالأكثر خلقه إنساناً عاقلاً حراً مريداً. يا ما ناس بتقول يا ريتني ما جيت الدنيا. كما يشكره على كل المواهب التي منحه إياها، ليس فقط على المواهب الفائقة للطبيعة، إنما على التي تبدو له طبيعية مثل الذكاء أو حلاوة الصوت أو جمال الصورة أو القدرة على الإقناع أو القدرة على الاحتمال. تخيلوا إن حتى القدرة على الاحتمال اللي إحنا كثيرين مننا مش واخدين بالنا منها، دي نعمة وموهبة من يد الله. أيوه، يشكر الله على الإيمان الذي ولد فيه والذي يشتهيه كل الملحدين ولا يجدونه. يحكى أن فيلسوفاً ملحداً رأى فلاحاً أمياً راكعاً يصلي من كل قلبه وبكل مشاعره، فقال: إنني مستعد أن أتنازل عن كل فلسفتي ودراستي في مقابل أن أحظى بشيء من إيمان هذا الفلاح البسيط الذي يخاطب شخصاً لا يراه: وأنت يا أخي مؤمن أفلا تشكر؟ أشكر الله أيضاً لأنه يعطيك فرصاً كثيرة للتوبة. ملايين من الذين في الجحيم يشتهون ساعة واحدة من الحياة أو أقل لكي يقدموا فيها توبة ولا يجدون. وأنت إن قرر الله أن يأخذ روحك، ألا تشتهي بعض دقائق من هذا العمر الذي لا تشكر عليه؟ فرصة للتوبة. أشكر الله على كل إحساناتي إليك منذ ولدت. كم مرة طلبت من الله طلبا فاستجاب لصلاتك، كم من ضيقة أنقذك منها، وكم من مرض شفاك منه أو أنقذك من الإصابة به، كم باب رزق فتحوا أمامك، كم خطيئة ارتكبتها ولم يحاسبك الله حسب خطاياك بل احتملك. تستطيع إذن أن تحصي إحسانات الله إليك؟ لست أظن ذلك ممكنا، فكم بالأكثر لو أضفت إليها إحسانات إلى أحبائك وأقربائك وإلى الوطن كله. أشكر الله أيضاً على الصحة التي أنت فيها، وكما يقول الحكيم: إن الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. إن كثيرين من الذين يرقدون على فراش المرض يشتهون أن يمشوا على أرجلهم مثلما تمشي، وأيضاً الذين يعالجون عند أطباء العيون يشتهون نعمة البصر التي لك، فاشكر على كل هذا وعلى غيره. أخيراً إن شكرت فاشكره أيضاً على نعمة الشكر هذه واستمر فيها. مين فينا بيشكر ربنا على إنه بيقدر يدوق طعم للأكل؟ أنا لما تعبت السنة اللي فاتت الحقيقة كان زي اليومين دول لو تفتكروا، وفقدت الإحساس بالتذوق وحاسة الشم. حقيقة كان شيء صعب جدا مجرد انك انت تتناول اي نوع من الطعام ملوش طعم، وكأنك بتاكل قطعة من الكرتون كده، بس ده اللي انت بتاكله، مفيش حاجة ليها ريحة،
حياة ملهاش طعم زي ما بيقولوا، حاجة بسيطة جدا ولكن ممكن تكدر صفو الإنسان. مين فينا بيشكر على النفس؟ مين يشكر على دقات القلب المنتظمة؟ مين بيشكر على كذا وكذا 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 وكذا؟ بدل ما نبص حوالينا ونشوف اللي مش في إيدينا نتدمر عليه، نبص تحت رجلينا ونشكر ونشكر ونشكر. العين الثالثة، يبقى احنا اتكلمنا على العين الديانة والعين الغيورة. العين الثالثة هي العين المستهبيحة أو غير المتعففة، ودي مشكلة عند الكثيرين وخصوصا في وسط عالم مفتوح مليان بالخطايا. عين ما تتحرصش لما تنظر. تعالوا نقف عند ثلاث محطات شهيرة في الكتاب المقدس كانت العين سبب في سقوط وخراب البشرية كلها. العين الأولى كانت عين حواء، طبعا تكوين 3:6، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر. تكوين 13:10، فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي كجنة الرب كأرض مصر. يبقى العين الأولى لما حواء بصت لثمرة الشجرة واشتهتها، وكانت النتيجة لعنة للبشرية كلها، لغاية لما ربنا يسوع المسيح تنازل علشان يجي أرضنا ويموت على الصليب لأجل خلاصنا. العين الثانية كانت نظرة لوط لأرض سدوم لما فكر إن هو يسيب عمه إبراهيم. رفع عينيه ورأى كل دائرة الأردن أن جميعها سقي كجنة الرب كأرض مصر. وطبعا كلنا عارفين إنه دخل بإيه وخرج بإيه. خرج ببنتين اتنين وخسر كل شيء تاني. واقعيا نقدر نقول إن هو حتى البنتين دول كان خسرهم، لأنه مع الأسف عيشتهم في مجتمع مستبيح أدت بيهم إلى إن هم فقدوا كل قيمة. صموئيل الثاني 11:2، النظرة اللي دمرت داود وكانت سبب خراب عليه وعلى بيته. وكان في وقت المساء أن داود إقام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. طبعا كلنا عارفين نظرة دخلته في زنا، دخلته في تآمر، دخلته في قتل، وكل ده وهو مش دريان. نظرة جرجرته في كل ده. حقيقة احنا محتاجين ان احنا نتحرص جدا لعنينا في هذا الزمن الصعب. اخشى انه كثيرين مننا بيضيعوا اوقات طويلة جدا قدام الفيسبوك والإنستغرام وكل السوشيال ميديا. حقيقة عايزكم تبقوا فاهمين كويس قوي إنه هذه الوسائط هي أداة في يد الشيطان علشان يكسر بيها أولاد ربنا ويغلبهم. اللي فينا يرجع لسفر الرؤيا في رأية صعبة جدا، إن الشيطان حينما يحل من أسره هيقيم حرب مع المؤمنين ويغلبهم، وده اللي احنا فيه دلوقتي. احنا مغلوبين بإرادتنا من ضعفنا قدام حاجات كتيرة قوي ملهاش لازمة. من يومين ثلاثة قريت خبر محزن الحقيقة، ويخلينا كلنا لابد ان احنا نعيد نظر في استخدام هذه التطبيقات. عرفت انه كان في بوليسي، كان في سياسة عند، طبعا احنا عارفين انه الفيسبوك والإنستغرام والواتساب الثلاثة مملوكين لشركة واحدة، وكان عندهم مبدأ أصيل انه اي صورة او فيديو غير لائق بيرفع من على البلاتفورمز بتاعت الفيسبوك او الانستغرام.
ولكن مع الأسف هم حاليا بيعيدوا نظر في هذه السياسة. ليه؟ لأنه أحبائنا من المثليين وأحبائنا أيضا من الترانس جندرز اللي هم الجندر ديسفوبيك اللي هم بيسموهم جندر فلويد. يعني إيه جندر فلويد؟ الغير محددي الجنس. لو تاخدوا بالكم من دلوقتي في أي أبليكيشن إحنا بنملاها يقول لك إيه؟ ميل، فيميل، undetermined. ففي ناس كثيرة قوي دلوقتي بتقع في هذه الفئة غير محددي الجنس. يعني إيه؟ ترانس ميل، ترانس فيميل، مش عارف إيه؟ ما تقدرش تعرفه. لما تشوفه ما تقدرش تحدد ده راجل وبقى ست، ولا كان ست وبقت راجل، ولا إيه النظام؟ ما علينا. دول زي ما بنقول رغم ان هم لا زالوا برضو مش اغلبيه الا ان صوتهم عالي ومشاكلهم كتير، واحنا في مجتمع بيقدر الاقليات وبنترعب من كلمه اسمها كلمه الديسكريميناشن. ديسكريميناشن اللي هو التمييز العنصري على اي مستوى من المستويات. فطبعا دول دلوقتي دايما يقول لك احنا بنتعرض للديسكريميناشن. مجموعة منهم نزلت صورة صعبة جدا على الفيسبوك فرفعت، ابتدوا يهللوا ويولولوا واحنا بنتعرض للديسكريميناشن، واضطروا ان هم يرجعوا ينزلوها تاني على الانستغرام. الحقيقة احنا في خطر حقيقي، سواء كان احنا ككبار أو أولادنا وبناتنا اللي لسه في مقتبل العمر واللي دلوقتي بقى بالنسبة لهم هذه الأشياء أمور طبيعية، بيشوفوها في المدارس، بيشوفوها في الأعمال، بيشوفوها في الجيرة، بيشوفوها في كل مكان. فبالتالي تعرضهم لهذه المشاهد من سن مبكرة جدا بيخليهم أكثر استعدادا لقبول الفكرة. Why not؟ من فضلكم لابد أن نتحرس للنظرة، ناخد بالنا كويس قوي أن النظرة المستبيحة زي ما أسقطت آدم وحواء، زي ما أسقطت لوط وعيلته، وزي ما أسقطت أيضا داود العظيم صاحب أكبر سفر من أسفار الكتاب المقدس اللي هو سفر المزامير، أسقطته في خطايا متعددة مش بس خطية واحدة. كل واحد فينا ممكن جدا يسقط بسبب نظرة، ودايما الآباء يحذرونا من النظرة التانية. يعني إيه؟ يعني لو أمر عدى على عيني كده للوهلة الأولى وأنا وديت وشي الناحية التانية ورشمت علامة الصليب أو غيرت قناة التلفزيون أو ما إلى ذلك ماشي، لكن مع الأسف كتير مننا بيرجع يبص بصتين وثلاثة وأربعة وخمسة ويفكر ويسقط في شهوات وزنا بالفكر، وقد نصل إلى لا قدر الله ربنا يحمينا كلنا زنا بالفعل. الحقيقة حياتنا أثمن من إن إحنا نضيعها قدام هذه التفاهات، وهي أسلحة عدو الخير بيستخدمها علشان يحارب بيها المؤمنين ويغلبهم، وإحنا مستسلمين واخدين الأمر بمنتهى البساطة. وصدقوني يمكن البعض يستغرب، في ناس بتقضي ساعات قدام السوشيال ميديا. ممكن يبقى البيت محتاج شغل، ممكن يبقى الأكل ما تعملش، الولاد عايزين مذاكرة. رجعت من شغلي نسيت الدنيا وما فيها، وقاعدة أو قاعد قدام الفيسبوك أقلب وخلاص. فبالتالي لازم ناخد بالنا إنه العين المستبيحة، العين اللي مش واخدة بالها دي ممكن تضيع صاحبها. قصة أختم بيها دلوقتي بسرعة، ولعلي أكون ذكرت هذه القصة قبل كده بس أحب أن أنا أكررها على حضراتكم. هذه القصة عن قصة صياد، هي قصة رمزية ولكنها بتحمل معنى عميق. هذا الصياد كان عايش مع زوجته في كوخ على شاطئ البحر، كل يوم كان ينزل يصطاد سمكة
أو اتنين يديهم لزوجته علشان تعملهم يأكلوها ومبسوطين عايشين حياتهم في سعادة ورضا. في يوم من الأيام اصطاد سمكة وجات الزوجة علشان تفتح بطن السمكة وتنظفها، لقيت جوه بطن السمكة لؤلؤة عجيبة شكلها لم تراه عين من قبل. ندهت الزوجة على زوجها الصياد وقالت له تعالى شوف أنا لقيت إيه. فجه يبص قال لها ياه لقيتيها فين دي؟ قالت له في بطن السمكة اللي أنت اصطادتها. قال لها طب ودي نعمل فيها إيه؟ قالت له انزل عند تاجر اللقالق وبيعها، وبتمنها احنا نقدر بقى نرتاح من اكل السمك كل يوم، ونقدر ان احنا نبعد عن شاطئ البحر والصيد والغلبه، نقدر ان احنا نسكن في قصر كبير ونعيش حياه مليانه بالخير. فعلا سمع كلام زوجته ونزل على تاجر اللقالق في المدينه اللي كانوا ساكنين فيها. تاجر اللقالق لما شافها قال له لا 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 لا، دي لؤلؤه عجيبه وانا حتى ما اقدرش اقول لك ثمنها قد ايه. الوحيد اللي يقدر ان هو يساعدك في هذا الامر حاكم المدينه نفسه، لانه بيجمع كل اللقالق الثمينه وبيشيلها في الخزانه بتاعته، يقدر ان هو يقول لك ثمنها كام، وهو اللي ممكن يشتريها منك. انا ما اقدرش اشتريها منك، ثمنها يفوق كل امكانياتي وكل تجارتي. طلع على حاكم المدينه ورى له اللؤلؤه، طبعا انبهر بيها انبهار شديد، ولكن قال له بص انا برضو مش هقدر اقول لك ثمنها كام، لكن هقول لك عرض اذا عجبك ممكن تقبل بيه، اذا ما عجبكش انت حر. انا عندي خزاين، الخزاين دي مليانه ذهب وفضه واحجار كريمه، خش الخزاين بتاعتي وقضي يوم بليله 24 ساعه، خد كل اللي انت عايزه، كل اللي تقع عينك عليه وتقدر تشيله خده في مقابل هذه اللؤلؤه الثمينه. قال له قوي ده عرض ممتاز، انا هعمل كده. المهم دخل الخزاين بتاعه الحاكم، قال له خد بالك انت عندك 24 ساعه ما يزيدوش ثانيه. قال له طبعا انا فاهم 24 ساعة ده نهيس. أول ما دخل لقى إنه الخزائن مقسمة إلى ثلاث غرف كبيرة. الغرفة الأولى فيها مائدة عظيمة عليها كل صنوف الأكل، شكلها مغري جدا جدا. والأوضة الثانية فيها فراش وثير مريح وستاير جميلة وأغطية للتدفئة. والأوضة الثالثة أوضة قد اللي احنا قاعدين فيها دي، مليانة بالنفائس ذهب ألماز حاجات كده يعني. المهم قال إيه؟ طب أنا قاعد 24 ساعة، هاخد 24 ساعة ألم في لقالق؟ لا أنا أكل لقمة لأن أنا جاي على لحم بطني، وأشبع علشان يبقى فيها طاقة ألم كمية أكبر. قاعد ياكل لحد لما امتلأت بطنه. بعدين بعد كده رايح بقى على الأوضة اللي فيها الخزائن، عدى على السرير، بص لقى كده إيه مريح ومغري، عمره ما شاف حاجة زي كده، طول عمره بينام على حصيرة فوق الأرض. فقال طب ما أجرب السرير ده وأشوف، يعني ما أعرفش هتجيني فرصة تاني أنام على حاجة زي كده ولا لأ. قال أنام شوية، أنا إيه خدت ساعتين في الأكل، فضلي إن 24 ساعة 22 ساعة أنام شوية وارتاح، وبعد كده هقوم يبقى فاضل عندي وقت كتير خالص 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 ألم كل اللي أنا عايزه. دخل نام، وبعد فترة وجيزة هو طبعا مش واخد باله، فوجئ بالحرس بيصحوه يقولوا له قوم قوم انت خلاص الوقت بتاعك خلص، ولابد ان انت تخرج حالا من خزنة الحاكم. قال لهم ايه ده؟ انا الحاكم قال لي انا ليه 24 ساعة. قال له ايوه ما انت خدت ال 24 ساعة بتوعك في الاكل
وفي النوم الوقت عدى. قال لهم طب استنوا أخد أي حاجة. قالوا له أنت استنفذت وقتك، واللي اتفقت عليه هو اللي هيكون عليك. أنت إنسان غير حكيم، كان ممكن تاخد من الحلي والنفائس اللي أنت عايزه، تخرج بعد كده تاكل وتشرب وتعيش وتنام وتتفسح براحتك، ولكن أنت مع الأسف بحماقة اكتفيت بشوية أكل واكتفيت بشوية راحة، والوقت عدى منك وخلاص هتخرج صفر اليدين. إيه معنى القصة دي؟ معنى القصة دي أنه اللؤلؤة الكثيرة الثمن دي هي حياتنا، والنفائس اللي موجودة في قصر الملك دي الفضائل اللي لابد كل واحد فينا يجتهد علشان يحصل عليها. لكن مع الأسف الشديد إحنا بنقضي حياتنا في إن إحنا ناكل ونشرب وننام ونتفسح، وناسين خالص إنه الساعة بتدق وسنة بتجر سنة والعمر بيقترب من النهاية وإحنا نايمين. هل يا ترى حد فينا بيفكر إنه كل سنة لابد إن أنا أقتني فضيلة جديدة أتمرس فيها وأنمو علشان خاطر يبقى عندي كنز من الفضائل، ولا مش فارقة؟ سنة للصوم وسنة للصلاة وسنة لقراءة الكتاب المقدس، سنة للصمت وسنة للمحبة وسنة لكسب الآخرين، وهكذا يبقى عمري ليه قيمة وأيامي ما بتضيعش هدر. لكن إحنا معلش سامحوني أنا بتكلم على نفسي، أهو يوم ورا يوم وعيشة هي بتعدي وخلاص على كده. الحقيقة لا، إحنا عندنا لؤلؤة لا تقدر بثمن، وكل لحظة في العمر بتعدي ما نقدرش إن إحنا نستردها مرة تانية، وأخشى أن يجي وقت تطلب نفسك منك. فهذه التي أعددتها بيوت، فلوس، حسابات في البنوك، عربيات، هذه التي أعددتها لمن تكون. النهاردة إحنا عايزين ناخد كلمة ربنا نتأمل فيها ونفكر، يا ترى أنا ممكن تكون عيني عين ديانة، ممكن تكون عيني عين غيورة، ممكن تكون عيني عين مستبيحة. خلينا فاكرين إن سراج الجسد هو العين. ربنا يعطينا كلنا عين بسيطة نقية لمجد اسم الله، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين. حد عنده أي سؤال، إضافة، تعليق، أي حاجة؟ نصلي وبعد كده ممكن إن احنا نتفرج على موفي صغير إذا كانوا سايبين لنا اللابتوب، سوري الآيباد ما خدوهوش، وبعد كده نجيب الأولاد من ساندي سكول. تفضل. ربنا وإلهنا ومخلص نفوسنا يسوع المسيح راعينا الصالح، نشكرك من عمق أعماق قلوبنا على اجتماعنا هذا، نسألك أن تبارك في كل أولادك وبناتك المجتمعين معنا بشفاعة كلية الطهر البتول العذراء القديسة مريم أم النور، بشفاعة رئيس الملائكة الجليل الملاك ميخائيل، بركة الطلبات والسؤالات التي لجميع أبانا القديسين. اللهم استجيبنا يا رب حينما ندعوك بدلة البنين قائلين في كل الشكر، يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، وفي لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد، أمين. والآن محبة الله الآب، نعمة ابنه الوحيد، ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس ولتكن مع جميعكم. من أراد أن يمضي فليمضي بسلام، سلام الرب يكون معكم، واللي يحب يقعد معنا شوية لغاية مدارس الأحد ما تخلص تبقى بركة كبيرة. ربنا يحفظ حياتكم، كل أسبوع أنتم بخير.